اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد في مطبخنا الجميل. اليوم بنسوي بطاطس مشوي، فخلونا نشوف كيف ممكن نسوي البطاطس المشوي. صراحة انا شفت وصفة شدتني فقلت لازم نسويها. طبعا في اداة صورناها من زمان، المفروض ان هذه بمسك البطاطس كذا واقعد افركها تحت الموية بتتقشر، فخلوني اجرب مرة ثانية. اذكر انها فشلت بس بجرب مرة ثانية. بسم الله. دقيقة ضبطت، يعني مو مرة تقشرت 100% ولكن أداء مميز صراحة. شوفوا، في قشر بطاطس موجود على يدي، يعتمد قرفت ذا ممتاز، بحط رابطة تحت. بس طبعا هي فكرتها وشو؟ كأنك تغسل، فتفرك كذا وانت تغسل تبدأ تقشر. خلونا نقشر الباقي، والله رهيبة. حبيت. طيب احنا قشرنا البطاطس ولكن ما هو بشكل كامل، شوفون بعض الأشياء باقي فيه شوي ولكن عادي جدا ما يخالف. بنقطع الأربع بطاطسات هذه إلى مربعات ومكعبات صغار، بنحطها في الصحن هذا. نقول بسم الله، يعني بخلي القطع مو مرة صغار. مدينا كذا نقطعهم مرة واحدة. طبعا انت في المطبخ فعادي، حاول جرب طرق تقطيع، جرب الدنيا هذه كلها، بس حاول يعني تخاف على اصابعك. من خاف سلم يا اخواني. والغريبه نشا البطاطس كانه ما يمسك السكين، يلصق فيها لصق. ننظف سكينتنا وننظف صحننا هذا او قطعتنا. نجي الان للاوراق او الورقيات. ايش هي؟ كليل جبل، ايش هي؟ بقدونس، اشي زعتر. هذا كل ما اخذته وشميته تحس انه فكس. شلنا العواد الكبار، اعطيها الحركه السحريه. كيف فرمنا كل شيء؟ اشي بودره ثوم، اشي فليفلات. تقديري يقول ثلث كوب، مع اني ما احب التقدير، لكن هذه الوصفة مبنية على التقديرات. ثلاث كوب زيت، حط الخضرة، الورقيات يعني، ودير الحركة الشهيرة حق المطاعم. بسم الله. طيب أنا أحس إنها ما فيها ملح، يعني كلها على بعضها. خلونا برضو ما نحرمها من الملح، مع إنه عادة يعني إذا سويت بطاطس الملح أحطه عقب مو بقبل، بس حنا بنجرب نسوي بطاطا مشوية وأنا ما أعرف إيش فيها. خلونا نجرب. الحين الوقت لمين؟ قلاية هوائية نسخنها. هذه ما أعرف لها، جديدة علي. قاعدة تحمي البطاطس، قالت 20 دقيقة. نصبر، نحط البطاط. أوكي، مشاكل كهربائية، أعطوني لايك عشان يقول كهرب. اتوقع انها كذا اشتغلت الى 20 دقيقة وبنشوف ايش وضعها يعني. يلا عاد نشوفكم بعد 20 دقيقة نستكشف ايش صار على البطاطس. طيب يا جماعة الرابع، انا طولت شوي لاني حطيت 20 دقيقة بعدين شيكت عليها ما عجبني يا اخي اللي شفته، فحطيتها ربع ساعة ثانية. فاما انها محروقة الان او انها محمرة بشكل ممتاز. لا انا ارى انها محمرة. يعطيهم العافية على الفرن، يعني كأني مدعوم، ما أحرك أحد، لا بس إنه يعني الفرن يعطيه العافية. ذكت أول مرة أحس إنه ناقصة ملح، بس كان قاسي. بعد 35 دقيقة خلونا نشوف كيف القوام الداخلي. بيرفكتو. طبعًا نكرمه بالملح. الثوم والامور هذه انا ها خفيف خفيف. بطاطس جميل جدا، طري ممتاز، وشوفوا كيف قاعد يبخر، جميل جدا مع وزنه الملح الاخيره، التكه الاخيره، بطاطس خرافي جدا. وصفه سهله وبسيطه، ناقصها كاتشب. فانا خلاص بطفي الوصفه هذه، بقفل الى هنا، بروح بحط لي صحن كاتشب.
تغميس وديله سريع سريع، مو بسريع سريع، اخذ 45 دقيقة فذا، ولكنه يعني في الأخير نقدر نقول انه سهل لأنك بتحط أشياء خفيفة من عندك. اللهم الانتظار لين ما يسوي بشكل كامل عن طريق القلاية الهوائية تزبط أمورك، بصير عندك بطاطس تحفة. بس والله سلام.